إذا عندنا الجيرني هاي كاملة عبارة عن 10 متر 20 متر رح نقطع هون، قطعنا 10 متر هون 10 متر هون تحت لها، وصلنا توب سبيد. توب سبيد كانت 4 متر بالثانية، عندنا الاكسلريشن كان 1 متر بير سكند، والجيرك 1 متر بير سكند. 1 متر بير سكند سكوير كان الاكسلريشن، و1 متر بير سكند كوب كان الجيرك. لو جينا رسمنا الان المعادلات تبعت الجيرك، لاحظوا الجيرك مشتقه الجيرك غير معرفه، صارت امبلسز من هون، بس الجيرك نفسه معرف. هي هون هي عندي لمده 1 سكند كانت قيمته بلس 1، بعدين 0 لحد 4 سكند، بعدين هون عندي من 4 ل 6 ماينس 1، وبعدين من 9 ل 10 بلس 1. إذا اشتقيت هذه، إذا كاملت هذه من هون راح تعطيني الأكسلريشن. لاحظوا الأكسلريشن بتبدأ من زيرو، بعدين توصل الماكسيمم فاليو تبعها اللي هو جي، اللي هو واحد في الحالة هاي، وهون راح توصل بلس 1، وهون راح توصل ماينس 1 متر بير سكند سكوير. ولاحظوا مشتقة هاي راح تعطيني هذه اللي موجودة هون. إذا بإمكاننا الآن نكتب كل المعادلات. هلا الطريقة العامة اللي راح نتبعها هي الإندفنت انتجرال. فإحنا بشكل عام راح نقول إنه A اوف تي عند اي نقطة، اي اوف تي عند اي نقطة بدها تساوي اي، خلينا نسميها اوف تي نوت، زائد من تي نوت لتي جي اوف تاو دي تاو. مش هيك؟ هاي المعادلة العامة رح ننتبهها بشكل عام. فرح نقول اذا بدي اطلع اي هي تكامل جي اوف تي، طبعا انا حطيت هون تاو كدامي فيربل، رح يختفي الدامي فيربل ويطلع هاي بدلالة تي، لان هاي اندفنت انتجرال. في بداية الفترة لازم اضيف قديش كانت قيمة A of T عند بداية الفترة، أخذته للإنفينيتي انتجرال. وراح أنتقل نفس الشيء هلا لما أجي عند هون V of T بدها تساوي V of T نوت زائد من T نوت ل T، وهون عندي A of tau D tau نفس الشيء. وبعدين لما أنتقل هون بصير عندي D of T أو X of T بدها تساوي D of T نوت زائد من T نوت ل T، وهون طبعا حكامل V of tau ديتا. هذول هم المعادلات العامة رح نمشي فيهم بالثلاث مراحل هذول. رح ابدأ، بديت انا من جي اوف تي، جي اوف تي عندي معرف، فهي هون بقدر احطها بسهولة مش هيك؟ رح اعرفها كبيس وايز فانكشن. جي اوف تي بدها تساوي في عندي كم فترة؟ في عندي فترة من صفر لواحد، فلما تكون تي اكبر من تساوي صفر واقل من واحد رح تكون واحد. وطبعا وحدتها هون متر بير سكند كيوبد، لما تكون اكبر من او تساوي واحد واقل من اربعة كانت عندي 0، بعدين من 4 ل 6 مضبوط راح تكون عندي ناقص 1، من تي اكبر من 6 واقل من 9 0، ومن تي اكبر من 9 واقل من 10 1. مضبوط. اوكي، هذه تعريف جي اوف تي. جي اوف تي معروف عندي لكل الفترات اللي موجوده هون. هلا بنيجي نعرف اي اوف تي. هلا اي اوف تي راح يكون كمان معرف للفترات كلها اللي موجوده هون، راح تكون عندي 2 متر بير سكند سكوير، وراح اخذ الفترات نفسها اللي هون من 0 ل 1. هلا بالحاله هاي A of T بدها تساوي A of 0 زائد التكامل من 0 ل 1، وقديش انا عندي هون 1 تيتا، اللي ببساطه ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي هذه طبعا 0 زائد هون راح يصير عندي تاو 1، اللي بتصير عندي هون زيرو لتي. دكتور زيرو لا، عفوا لتي. مظبوط، هذه رح تطلع معي هون تي، وهذه رح تصير تي. هذا الجزء الاول. اوكي، هلا بنيجي على المرحله اللي بعدها. رح اخذ هاي، رح تصير اي اوف 1 زائد تكامل من 1 الى تي، وعندي هون بعدين رح اخذ جي اوف تي. جي اوف تي اللي هي 0 دي تاو، راح تصير عندي هذه هون قديش كانت قيمتها؟ هلا A of 1 من هون تعريفها 1، فراح تصير عندي 1 زائد 0 هي بتساوي 1، وهي راح تكون T اكبر من او تساوي 1 واقل من اقل من 4. ماشي الكل ماشي بهاي؟ نفس اللي اخذته بالكالكلس، مش اخذتوا شيء زي هيك بالكالكلس؟ ها؟ فيزيكس. بعدين عندي هلا A هاي راح تساوي في الفترة هاي اللي هي تي أكبر من أو تساوي 4 أو أقل من 6، راح تساوي A of 4 اللي هي 1 زائد من 4 ل T. وعندي هلا هون J of T بالفترة هاي قديش قيمتها صارت؟ ناقص 1 D tau. فراح تصير عندي هلا A of 4 لما بعوض هون هي لساها 1 مش هيك؟ راح تصير 1 زائد، هلا عندي ناقص راح تصير ناقص tau من 4
30 فراح تصير عندي هذه محل هذه بتصير عندي ماينس تي بلس 4 مش هيك وتساوي 5 ماينس تي وتي بمعرفة ف 5 ماينس تي هي هذا الخط مظبوط؟ اوكي؟ يعني هذه الطريقة أنا أسهل لكم زمان أدرسها جرافيك بس ما هيش هاي الطريقة أسهلكم؟ نعم أنت كيف طلعت A of 1؟ عايشة كمان A of 1 من اللي قبلها بدي أرجع أعتمد على اللي قبلها هاي هلا هي A قديش قيمتها من T لزيرو؟ من زيرو لواحد؟ T طيب A of 1 إيش بدي أعوض هون؟ واحد شو أعطتني؟ واحد لازم تمشي فيها واحدة واحدة يعني لازم كل فترة تعتمد على اللي قبلها ماشي هلا وصلنا هنا بدنا ناخذ الفترة اللي قبلها اللي هي تي أكبر من أو تساوي 6 وأقل من 9 هون راح تكون عندي هذه بتساوي A of 6 زائد من 6 إلى تي وقديش جي قيمتها بالفترة هاي؟ زيرو مش هيك مضبوط؟ دي تاو راح يصير عندي A of 6 A of 6 بطلع هون 5 ناقص 6 بتصير عندي؟ ماينس إذا بتحبوا أكثر تحطوا خطوط في الموضوع مظبوط هيك شغلنا لحد الآن؟ هاي هون عندنا بدينا أول شيء كان عندي هناك تي هاي تي بعدين صار عندي واحد بعدين 5 ماينس تي بعدين ناقص واحد وآخر شيء ضل عندي الخط هذا اللي هو الخط هذا اللي هون راح يكون هلا عبارة عن A of 9 زائد من 9 إلى تي وعندي قيمة جي بالحالة هاي زائد واحد دي تاو هاي طبعا بالفترة من تي أكبر من أو تساوي 9 أقل من 10 فراح تصير عندي هلا A of 9 ناقص 1 مظبوط من هون جبناها زائد هلا هاي راح تصير عندي تاو من 9 ل تي ناقص 1 زائد تي ناقص 9 بتصير هاي تي ناقص 10 هذا هو الجزء الأخير فهذا الخط هون تي ناقص 10 مظبوط لأن هاي لو وديتها من هون بتتقاطع مع ناقص 10 ماشي اوكي هيك الكل واضح فاهم هاي الطريقة